جوج في واحد وبأقل من ربعة الكوكب حضريها بلا زيت ولا طابع، من أرقى وأروع الحلويات المغربية من الزمن الجميل رغم بساطتها، تعتبر من الحلويات الراقية. لهذا سيدتي تبعي معي الفيديو من الأول حتى الأخير باش نكتشف المكونات والمقادير وطريقة التحضير. وكي العادة الله يسهل عليكم والله يجزيكم بخير، ما تنسوناش من لايك ديالكم للتشجيع فقط، وبالبارتاج علاش لا باش تعم الفائدة على الجميع. ومرحبا ومية ألف رحبة بالمشتركين الجدد اللي أول مرة كينضموا لقناتي وعجبهم أكيد المحتوى، مع اليوم اللي فعلوا الجرس فضلا وليس أمرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناة سكينة السويرية. وقبل ما نبداو الفيديو ديالنا ديال اليوم ما نساوش نصليو على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبداو بركة الله ونقولوا بسم الله. وأول حاجة عندنا هنايا الكاوكاو اللي ضفت ليه معلقة كبيرة ديال الزيت ودخلته الفران حتى كيتحمر لي، يعني كيذهب لي على هذا الشكل هذا، يعني غير كيعطينا هذا اللون الدوغي صافي. وكنخرجوا الكمية ديال الكاوكاو اللي عندي 200 غرام، 200 غرام ديال الكاوكاو اللي حمرناها خليناها حتى بردت لينا، ثم كنطحنوها مزيان مزيان حتى كتعلق وكتطلق لينا داك الزيت ديالها كيف ما كتشاهدوا قدامكم في الصوره، يعني كنطحنوه مزيان مزيان نخليوه حتى يبرد من الاحسن. كنمروا هنايا باش نحضروا المكونات الاخرى. عندي هنايا القصريه او الاناء اللي غنمزج فيه المكونات، كنحتاج لهنايا 250 غرام ديال الزبده، العلبه اللي كتوزن 250 غرام او 225 غرام، كل علبه شنو كيكون فيها داك الفرق ديال 25 غرام ماشي اشكال. درت هنايا الزبده ديال العلب، الا درتو الزبده الحيوانيه غديروا غير 200 غرام فقط. عندي هنايا كاس مملوء جيدا من السكر الثقيل او السكر كلاسي او السكر الناعم، تقريبا واحد 100 حتى 120 غرام ديال السكر. الحلاوه كتبقى على حسب نتوما شنو بغيتوا، تنقصوا السكر او تزيدوا. عندي هنايا واحد شاصيه ديال الفانيليا، وكنحتاج هنايا لجوج حبات من البيض، بيضه وحده كنضيفوها كامله وبيضه وحده كنديروا غير الصفار ديالها فقط، يعني جوج بيضات بيضه وحده كامله وبيضه كنديروا غير الصفار ديالها والبياض كنحتفظوا به للتزيين جانبا. كيف ما كتشاهدوا معايا المكونات راها سهله وبسيطه، والحلوه كذلك كتجينا راقيه، وكيف ما قلت لكم زوج في واحد. عندي هنايا الكاوكاو اللي طحناه حتى علكناه مزيان مزيان، وغنمزج الكل جيدا غير بيديا، يعني حتى كنخلط داك البيض مع السكر مع الكاوكاو مع الزبده مزيان مزيان. بالنسبه للنكهه ديال الفاني ممكن تستبدلوها بواحد راس معلقه ديال القرفه مطحونه، اي نصف ملعقه صغيره من القرفه. ممكن تستبدلوا كذلك شاصيه ديال الفاني بشاصيه ديال نكهه الزهر، اي نكهه زهره البرتقال، وانتم لكم الاختيار. من بعد ما كنمزج المكونات كلها جيدا، عندي هنايا تقريبا واحد جوج معالق كبار من نشا الذره، اي مايزينا، جوج معالق يكونوا كبار. عندي خماره واحده كنديروا غير خماره واحده فقط، وبالنسبه للدقيق كنبقاو نضيفوه بالتدريج، حوالي غيكفيني ما بين 350 غرام حتى 400 غرام ديال الدقيق. نتوما غتبقاو تضيفوا الدقيق غير بالتدريج على حسب النوعيه ديال الدقيق، وكذلك على حسب الزبده اللي خدمتوا بها، وعلى حسب الحجم ديال الحبه ديال البيض كذلك اللي خدمتوا بها. ما غتزعموش على داك 400 غرام كلها ديال الدقيق، غتبقاو تضيفوه غير بالتدريج حتى كتحصلوا على هذا القوام هذا ديال هذا العجين. كنلموا العجين ديالنا مباشرة، ما كنخليوش يرتاح نهائيا، كنقسموه لجوج اقسام، ممكن تقسموه على زوج او ثلاثه لكم الاختيار في التشكيل ديالها. بالنسبه انا غادي نخرج من هذا العجين هذه جوج ديال الاشكال، وانتم لكم الاختيار. كناخذ هنايا اما كيس بلاستيكي او البابي كويسون ونفرشو فوق سطح العمل ونطلقها، يعني نطلقها على هذا السمك هذا، ما تكونش رقيقه وما تكونش غليظه، ونتمنى الصوره تكون واضحه. بالنسبه كيفاش غنشكلها غير بالكاس، يعني نطبعوها بالكاس على شكل هليلات كيف ما كتشاهدوا قدامكم في الصوره. كنحضروها بواحد السلاسه وما كتاخذش منا وقت بزاف نهائيا، لا من ناحيه المقادير ولا من ناحيه حتى طريقه ديال التحضير. الشكل الثاني كذلك غادي نطبعوه بالكاس ديال العنبر داك الصغير، كاين ديال اتاي هو هذا، وكاين الكاس العنبه اللي كناخذوا به المقادير والقياسات هو الكبير ديال القهوه. وانتم لكم الاختيار في الطابع اللي غتختاروا بالنسبه للهليلات، يعني الحجم او لها الدوائر. كيف ما كتشاهدوا معايا هذا هو السمك اللي خصنا نحصلوا عليه، ما نغلطوهاش بزاف وما تجيناش رقيقه باش تجينا
كلها مقاده ومساويه كيفما كتشاهدوا معايا. انا غنشكل هاد الدوائر ونجيب هنايا اللاطا، ده ماشي ضروري نفرشوا ليها البابي كويسو لانها راه ما تلصقش لينا نهائيا، وغادي نسرحها هنايا في اللاطا كترفد لينا بكل سهوله بدون تكسر ولا معاناه. كيف ما كتشاهدوا معايا انا هي استفته هنايا فوق اللاطا، وكناخذ داك البياض البيض اللي خلينا من قبل كنضيف له واحد شويه اما ديال نكهه الزهر، يعني شاصيه ديال نكهه الزهر او نكهه الفانيليا. درت انا هنايا فيها واحد شويه ديال الفاني باش كنحيدوا داك الزفوره ديال البياض ديال البيض. كناخذ هنايا البانسو وكندهن، يعني غير دهنه خفيفه غير باش يلصق لينا فيها التزيين. بالنسبه للتزيين باش يلصق لينا فيها هذا، درت انايا هنايا اللوز ايفيلي هو اللي توفر عندي. ممكن ديروا الكاوكاو ايفيلي او كونكاسي او اللوز كونكاسي، اي نوع ديال المكسرات عندكم، غير بشرط ما يكونوش محمرين لان باقي غتدخل لينا الفران وغادي يتحمروا لينا. كيف ما كتشاهدوا معايا انا كنوزع هذا اللوز ايفيلي فوق منها بهذه الطريقه هذه، وداك البياض البيض هو اللي كيساعدنا باش يلصقوا لينا المكسرات. الفران ديالي شعلته مسبقا، درتو يسخن مزيان مزيان، غير كنوضع اللاطا ديالي كنقص المتوسط، يعني المتوسط باش كطيب لينا على خاطرها. الوقت ديال الطهي ديالها ما كيتزاوجش لينا 15 دقيقه على نار تكون مهيله والفران سخناه مسبقا. بالنسبه لهذا الشكل هذا ديال الهليلات غادي نزينوه ببياض البيض بواحد الميرينغ، لكم الاختيار. ممكن تزينوه في نفس الوقت وهي باقا ما طايباش، او حتى كما غندير انا غندخل لاطا حتى كطيب ليا عاد كنخرجها عاد كنزينها باش نحصل على داك الميرينغ تيبقى ثلجي ابيض كيف ما شفتوا في بدايه لا فيديو. كناخذ هنايا داك بياض البيض نفسه اللي دهنا به، يعني غير داك حبه بياض البيض كنزينوا بها جوج اشكال، جوج في واحد. كيف ما كتشاهدوا معايا درت هنايا واحد العصيره ديال الحامض، معلقه صغيره ديال العصير الحامض، كاس الا ربع من السكر ثقيل اي سكر كلاصي، وكنطربوا مزيان مزيان بالطراب الكهربائي حتى كنحصلوا على واحد الميرينغ. كيف ما قلت لكم هذه الميرينغ ممكن تحضروها منين تكونوا غادي تطبعوا طبيعات ديال الهليلات وديروها من الفوق في الاول وتدخلوها، يعني كيكون داك الشكل ديالها مغاير، كتكون كلها محمره ومذهبه. هذا الشكل هذا غادي تبقى لينا بيضه كما هي، غير تبعوا معايا للاخر باش تفهموا الحوار كيفاش. كيف ما شاهدتوا معايا من بعد ما طلعنا الميرينغ على هذا القوام هذا تكون قابطه واحد شويه راسها باش منين نجيو نشكلوا بها او نزينوا بها ما تسيحش لينا من الجوانب. من بعد ما طابت ليا، يعني تقريبا طابت لينا وما كنحمروهاش بزاف من الفوق لاننا غادي نزينوها ونتاكدوا بانها راه طايبه، كنخرجوها مباشره من الفران، نخليوها غير تدفى لينا شي شويه ومباشره كنزينوها. كناخذوا داك الميرينغ كنديروه في واحد القمع جوطابل او في شي كيس بلاستيكي وكنديروا ثقب رقيق وكنشكلوا. انا كنشكلها او كنزينها مباشره في اللاطا، غير رفتها بيدي باش نقرب لكم اكثر الصوره. كنعمروا هاد الهليلات بهاد الميرينغ على هاد الشكل هذا كيف ما كتشاهدوا قدامكم في الصوره، وممكن كيف ما قلت لكم تشكل يعني تزينوها بهاد الميرينغ وهي باقا ما طابتش الطيبه الاولى، يعني انا هذه راها طايبه. غندخل هاد الميرينغ هذا الفران ديالي نقصت ليه للصفر، يعني الادنى درجه، يعني شميعه، يعني عطيتكم جميع الشرح والتفاصيل. كنخليو الفران ديالنا شميعه، كندخلوا اللاطا ديالنا الفران كنحسبوا ليها 5 ديال الدقائق، كنحسبوا ليها 5 ديال الدقائق حتى كينشف لينا هاد الميرينغ. مره نقيسوه ملي كنحسوا به بانه نشف لينا صافي كنطفيو عليها وكنخليوها في الفران، يعني 5 ديال الدقائق باش كيبقى اللون ديالها ابيض. واللي بغى يحمرها كيف ما قلت لكم غادي تزينوها وهي باقا خضراء كطيب لينا طيبه وحده. كيف ما كتشاهدوا معايا هذه هي حلوه ديالنا ديال الزمن الجميل من تقاليدنا العريقه، حلوه الهلال اللي كتكون بالميرينغ او حلوه الطابع ديال الكاس كتجي من اروع ما يكون، مكوناتها الجد البسيطه ورغم بساطتها ما تخيلوش المذاق ديالها رائع جدا وكتجي راقيه. كيف ما كتشاهدوا معايا هاد الهليلات كيدوبوا في الفم ذوبان مع داك الميرينغ، يا سلام، غير جربيها سيداتي والله ما تندمي عليها، كتجي من اروع ومن ارقى الحلويات، كتعطينا واحد الكميه وفيره ما شاء الله. تمنينا لاعجابكم لافيديو ديال اليوم، وما تنساوناش من اللايكات ديالكم للتشجيع فقط بالبارتاج، والى اللقاء في وصفه مقبله ان شاء الله.